خضر. لا لا، هو ماجد سامي كلمني بشكل فني بحت، قال لي اولا هذه الخطه تحتاج الى عدد كبير من المباريات يصل الى 40 مباراه، احنا ما عملناهوش في المعسكرات. قال ليه؟ لان كل، قال لي والفنيين يفهموا كلامي، كل مباراه الاخطاء لابد ان اواجهها بشكل معين، فانا النهارده بعوض ضعف مبارياتي. انا بقول لك الراجل انا رئيس، انا مسؤول عن الفرقه، انا موافق انه يتهزم، انتوا كاعلاميين زعلانين ليه؟ لما يكون الطريقه المدرب الطريقه او معجب بطريقه وعايز ينفذها لازم ينفذها على الاشخاص مناسب الطريقه، وده فاصله، وده الكلام الفاصل. لو انت عندك طريقه وما عندكش لعيبه تنفذ الطريقه انت وعلى فكره مصداقا لكلامك برضو، ده اللي فشل كثير من المدربين في التعامل مع اللاعب المصري. هقول لك على حاجه، في اتقل من نادي الزمالك كلعيبه مهاريه؟ لا 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 لا. ليه كابتن ايهاب جلال فشل هناك؟ كان حب يلعب بنفس الموضوع، عشان هو عايز ينفذ طريقه من تحت ومش عارف في وقت قصير. لكن لعيبه الزمالك بدات تحفظ وبدات تهمل، لكن لعيبه الزمالك مستوى، ومع احترامي، مع احترامي الشديد، لعيبه كويسه جدا بتاع الدجله ولها مستقبل رائع وان شاء الله تبقى كويسه، لكن هل يناسبها الطريقه ولا ما يناسبهاش؟ يعني لو اتفرجنا على الست مباريات مش مناسبها، على الست مباريات مش مناسبها، ثانيه واحده بس، على ست مباريات ما ممكن مش ناسبها دلوقتي والراجل. طب عندنا خبر عاجل في الزمالك، عندنا خبر عاجل في الزمالك مهم جدا، استاذ علاء حمامجه انا من الزمالك، خبر عاجل اتفضل. تحت الحضره يا